الشكوى المستمرة بتاعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام كمية من الزعيق والصخب غير عادي. ده معناه ان احنا مش سعداء. مش سعداء ليه؟ لان نسينا الروح خالص، ما بنغذيهاش. احنا في حالة خناقة، صاحيين ونايمين في خناقة. وبعد يفتح عينه الصبح لك المشكلة كذا، الجملة تبدأ بكلمة المشكلة وهكذا. فتعالوا نفكر تاني. انا رأيي ان احنا، وزي ما سيادة الرئيس قال بمنتهى الجرأة، يعني قال انا ما يفرقش معايا انكم تقسموا المناهج دي على اتنين، بس تربوا لي الشخصية وتربوا البني آدم نفسه، اللي هي بنقول عليها تهذيب الشخصية. فإن شاء الله ما نفكر فيه للمستقبل هو ان احنا نحط وزن اكبر كتير جدا لبناء الانسان الشخصية، من خلال بقى التركيز على الموسيقى والفنون والرياضة والادب والشعر وتنمية فكر المواطنة والاخلاق والقيم. ده مش كلام انشاء، يعني احنا كلنا بنعاني من كل ده. مش معقول نسمع عن ناس بتقتحم وناس بتتحرش وناس، الكلام ده ما كانش موجود هنا في مصر من 20-30 سنة. ايه اللي حصل يعني؟